تترقب جماهير الكرة المصرية مشاركة المنتخب الوطني بمنافسات كأس أمم إفريقيا نسخة 2023، والتي ستنطلق في 13 من يناير الجاري بكوتيفوار. ويحمل المنتخب الوطني المصري أحلام الملايين في العودة باللقب وتعزيز رقمه القياسي في التتويج بالأميرة الإفريقية. تضم مجموعة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق. وعلى مدار تاريخ مشاركات منتخب مصر في الكان، تعددت الأسماء التي دونت سطور المجد بقميص أحفاد الفراعنة بأهداف حاسمة ولقطات مضيئة تبقى دائما في الذاكرة. ويعتلي الأسطورة حسن الشاذلي نجم الشواكيش قائمة هداف المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا عبر تاريخ المشاركات برصيد 12 هدفاً، ويأتي خلفه الهداف حسام حسن والذي سجل 11 هدفاً خلال مشاركته مع منتخبنا القومي في الكان. كما يبرز اسم أحمد حسن صاحب الأهداف الثمانية والثنائي طاهر أبو زيد وعلي أبو جريشة برصيد 7 أهداف لكل منهما. ويتطلع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لتعزيز رقمه كهداف للجيل الحالي لمنتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا، حيث سجل 6 أهداف بقميص الفراعنة في الكان، ولا زال أمامه فرصة ذهبية خلال نسخة 2023 لاقتحام صدارة هداف المنتخب القومي عبر تاريخ المسابقة القارية.